السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. راح نتكلم معاكم الحين عن شيء في قلبي ودي اقوله. كثير يتكلمون عن الايفون الجديد والايفونات ابل بدايه الحين. ساعه طبعا اتكلم عن الدولار لاني عايش هنا، برضو بتكون ارقام اقل واحفظها بسرعه. فبالدولار بدايه ابل رفعت الايفون من 1000 دولار اللي هو 10 اس الى 1400 تقريبا دولار. 10 ار طيب سعره كويس 700 وشوي، 750 800 دولار. لكن الناس كثار يتكلمون ان هذا سلبيه في الجهاز. طبعا اوكي، السلبيه في الجهاز ان الجهاز ارتفع سعره، لكن الشركه نزلت الجهاز. اذا ما تقدر تشتري الجهاز لا تشتري، هذا اول حل. احس ان قلتها بطريقه شوي ثقيله، لكن خلني اتكلم معاكم الحين عن ليش ابل رفعت الجهاز وليش ما نلوم ابل، نلوم الشركات الثانيه بدايه بعدين نلوم ابل. شريت الجوال مثلا الحين، هذا الايبود مثلا شريته تقريبا من 3 سنوات، ويدعم السوفت وير نفس السوفت وير اللي على التن اس اللي هو السنه هذه. فهذه نقطه بس راح اتكلم معاكم عن شلون المشكله. خلينا نجيب ابل ونجيب سامسونج مثلا، الشركتين ذي الثنتين. ابل تصنع الجهاز هاردوير وتصنع السوفتوير، فهذا الفرق بينها وبين سامسونج. سامسونج تصنع الهاردوير وتاخذ السوفتوير من جوجل وتبيعه لك كاندرويد. شو اللي بيوضح لكم ان ابل انت شريت الجهاز منها مثلا ب 1000 دولار، ابل عندها سيرفرات شغاله في الشركه انت ما فكرت فيها. سيرفرات شغاله في الشركه مثلا عندها شركه كبيره اسمها اي كلاود شغاله 24 ساعه، السيرفرات حقتهم شغاله، ويقف في السيرفر توقف جهازك، يمكن اسمع حقتك تنحذف من الجهاز حقك، الصور اذا كنت رافعهم تنحذف، الملاحظات تنحذف. هذه كلها موظفين شغالين يبون راتب من جهازك، التطوير حقه مثل الايتونز يمكن انت ما تستخدمه بس غيرك يستخدمه حق الافلام. سيرفرات خاصه برفعتها عندك في الجهاز وقاعده تشتري افلام وتاجر افلام. صدق ان هي عندها ربح من ذا الشيء، لكن برضو عندها سيرفرات شغاله، عندها خدمه نزلت لك في الجهاز. أبل ستور تفتحه وتحمل برامج. طبعا في سامسونج جوجل بلاي مال جوجل، يعني سامسونج ما لها شغل فيه. سامسونج سوت لك هذا مثل ما قلت لك اعطيك اياه، لكن في الأبل ستور ابل عندها سيرفرات برضو خاصه، موظفين جالسين شغالين 24 ساعه لازم تعطيهم راتب كلها من جوالك. لو نتكلم عن الدعم، يعني السنه هذه شريت التنس بينزل عليه اخر سوفت وير، السنه الجايه برضو لما غيرته بينزل عليه اخر سوفت وير حق السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. تجي حق سامسونج تشتري جوالك الجديد الحين لها يكون السوفت وير حقها مال السنه راحت مش مال السنتين. هذا اول سلبيه، يعني ما انت شريت الجوال ناسيتك من الحين، يعني قبل ما تعطيك اياه تقول لك اوه امسك جوالك ترى السوفت وير عليه قديم، بعد 6 شهور راح ننزل عليه السوفت وير الجديد. خلال انتظارك للست شهور هذه جوجل نزلت سوفت وير بعدها، وسامسونج بتنزل لك بعد 6 شهور على السوفت وير اللي ما بعد تنزل لك. الحين مثلا لو شريت جوالك الحين عليه سوفت وير اي واوريدي موجود سوفت وير بي، قالت لك سامسونج اوكي راح ننزل لك سوفت وير بي بعد 6 شهور. خلال الست شهور دي جوجل نزلت سوفت وير سي، سامسونج يقول لك اوكي احنا قلنا لك ننزل سوفت وير بي، فتنزل لك سوفت وير بي واوريدي هو قديم الحين نزل سي، وبعدها خلاص توقف عليك سنه بس وتوقف عليك ونسيتك، ما في دعم لك، بالكثير سنه او سنتين وخلاص جوالك يتم قديم. ابل 4 سنوات 5 سنوات احيانا توصل لك السوفت وير حقتها تتحدث ما تنساك. هذا الدعم هذا اللي يبي له فلوس برضه، موظفين شغالين. برضه الخدمات اللي تنزلها جديده، يعني الفيديو اللي قبله قاعد نتكلم عن سيرفرات ابل انها بتنزل خدمه جديده اللي هي ابل جيمز، هذه برضه لا قاعده تشتغل عليها وتسوي بحث كلها من فلوسك عشان تنزل لك خدمه جديده. والدعم حقه والسوفت ويرات الميزات الجديده اللي تنزل في السوفت وير كلها عندهم طاقم عمل طلع لك الميزات الجديده ينزلوها لك كلها من فلوسك. هذه الاشياء ما راح تحصلها من شركات ثانيه. انت شريت جوالك انت لا تفكر ان شريت جوالك غالي وبس، انت تفكر ان جوالك شريته عندك 4 سنوات أو 5 سنوات قدام الشركه تنزل لك تحديثات جديده، انت جوالك مشبوك على سيرفرات البرامج اللي عندك كلها من نفس الشركه نفسها وتشتغل لك، وكل سنه تنزل لك تحديث جديد وميزات جديده في الجهاز. هذا الشيء الشركات الثانيه ما تحصله منها الا من جوال جوجل نكسس او البيكسل الحين، طبعا ما راح اتكلم عنه لانه ما موجود في الدول العربيه، فراح نتكلم عن مثل سامسونج. فهذا الفرق. انا بالنسبه لي اوكي اذا ابل وصلت 1000 لان هي تسوي السوفت وير والهاردوير وجالسه تدعم جهازك لاربع سنوات قدام 5 سنوات قدام، الموظفين شغالين 24 ساعه علشان جهازك ما يطفي، ميزات اللي جهازك ما تطفي، غير الابل ميوزك، غير الاي كلاود اللي ما قلت لكم عنها، غير اشياء كثيره موجوده في الجهاز احنا ما فكرنا فيها. سامسونج ولا الشركات الثانيه كلها تاخذها من جوجل، هي صناعه هاردوير عندها يعني طاقم بالصناعه هاردوير اوكي، وعندها 3/4 حق السوفت ويرات تسوي لك مثلا كاستم حق السكن حقها وتقول لك اوكي خذ جهازك ومشي، والسنه الجايه لا تفكر ان ندعم جهازك عن نفكر في اجهزه ثانيه. ابل لا تقول لك ندعم جهازك حق قدام. فالخلاصه دي ما بيعيد وازيد في الكلام حقي. هذا الفرق بين ال 1000 دولار عند ابل واللي تستحق الشركه الثانيه ما تعدي 600 دولار او 700 دولار انها تصنع هاردوير وتنساك في سنه واحده. فبالنسبه لي ما الوم ابل، الوم الشركات الثانيه. ابل رفعت سعرها اوكي، بس ان في اشخاص يفهمون ليش الشركات الثانيه ليش رفعتوا سعركم؟ شو اللي عندكم انتم شيء جديد؟ شو اللي تقدمونه لنا بعد سنه وسنتين؟ انا شريت جهاز ابي بعد سنه شو اللي تقدم لي في جهازي؟ او انك تنساني، تنساني بالقيمه انت ربحان دبل سعر الشركه الثانيه اللي ربحت، الشركه الثانيه تدعمني لحق 4 سنوات قدام،
في خدمات ما بعد البيع اللي يقول لك اكثر يوتيوبر يقول ابل اوكي ايش تعطينا خدمات ما بعد البيع؟ ما تعطينا شيء. سامسونج تعطينا في اشياء ثانيه مثلا انه ضمان، سامسونج ارخص من ابل. اوكي نتكلم هذا الشيء، بس نتكلم عن دعم، نتكلم عن شو اللي موجود في الجهاز، شو اللي راح تبهرنا السنه الجايه بسوفت وير تنزله لك وجهازك قديم، جهازك شاري من سنه او سنتين، نزل لك شيء جديد في جوالك. هذا كلها من الفلوس اللي دفعتها من قبل. فبس في نهايه الفيديو لا تنسون اشترك في القناه ونشر المقطع، وان شاء الله عجبكم الفيديو، واللايك للمقطع ونشره لحق الاشخاص اللي يتكلمون ان الايفون اغلى. ليش ابل اغلى من الاندرويد؟ ليش سامسونج؟ طيب سامسونج صار السعر نفس السعر الحين تقريبا، او يمكن سامسونج بعض الاماكن تصير اغلى. طبعا ما اكلمك عن السوق الحر، اكلمك عن السعر الرسمي. السعر الرسمي عارف انه ينزل في موقع سامسونج بعدين يصير يطيح. انا ما اكلمك عن اسعار اللي طاحت في السوق السوداء، اكلمك عن السعر الرسمي من الشركه. وبس السلام عليكم.